نمر معكم بهذه التغطية المباشرة للانتخابات التكميلية 2014. دعونا نذهب معكم ونشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود لاستكمال حديثنا. لطالما كان الدستور هو الضمان الداعم لاستقرار الدول، وها هو دستور دولة الكويت الذي يحدد نظام الحكم ويقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والذي يعد الأقدم في منطقة الخليج العربي، حيث صدر عام 1962 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله سالم الصباح، وبدأ العمل به رسميا في 1963، ويعد ناتجا من تجارب دستورية سابقة مرت بها الكويت عبر تاريخها السياسي. الدستور أيضا بيّن لنا أن هذا الدستور هي وثيقة اتفاق عقد جديد، ترجم العقد السابق إلى شيء مدون إلى دولة مؤسسات، وأن هذا الدستور، هذه الوثيقة، اتفاق بين الشعب عن طريق ممثلين وبين الحاكم، هذه الوثيقة لا يتم تعديل. ولذلك وجب على الجميع ضرورة التمسك بنهجه الديمقراطي الذي ارتضاه أهل الكويت وحكامهم باعتباره طوق النجاة للخروج من الأزمات مهما عظمت. وفي ظل الأوضاع المحلية الدقيقة والوضع الأقليمي الحرج، إلا أن الدستور كان منارة يحتذى بها لتصحيح المسار وتقديم المصلحة العامة، كما أنها جاءت ترجمة لحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الالتزام به باعتباره حجر الزاوية في نظام الحكم والبوصلة الموجهة لمسيرة دولة الكويت في الماضي والحاضر والمستقبل. فلقد جاء الدستور استشراقا لمكانه من كرمهم الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله: وأمرهم شورى بينهم، وتكريسا لما كان عليه أهل الكويت على مر الأجيال المتعاقبة إخوة متكاتفين تجمع بينهم محلة الرؤية ووشائج المصير مشترك في إطار من الإيمان الصادق بإسلامنا الحنيف وثوابتنا الراسخة، متمسكين بقيمهم الأصيلة، مجسدين روح الأسرة التي تربط بينهم. ولا يختلف اثنان على أن الدستور كان حاضرا وبقوة طوال مسيرة الكويت الحافلة بالإنجازات والعطاءات، واليوم يأتي دوره ليستكمل طريقه في ترسيخ قواعد للعرس الديمقراطي الجديد، لطالما كفل للمواطنين الحقوق والحريات، ومن بينها حق الانتخاب، وهو من أهم الحقوق التي تؤدي إلى اشتراك المواطن في إدارة شؤون مجتمعه، ومعنى ذلك حق المواطن في الإدلاء بصوته الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس الأمة بكل حرية ودون أي قيود تصادر حقه في الإدلاء بصوته الانتخابي، كما يأتي حق الترشيح الذي يبرز دور الفرد في المشاركة الفعالة في إدارة شؤون الحكم وحكم نفسه بنفسه.